الملفات التحليلية، تظاهرات ضخمة ضد نتنياهو وتحذيرات من حرب أهلية، أزمة سياسية في إسرائيل أو أبعد. بالشتائم، ميلانيا ترامب تشكو من عملها في البيت الأبيض، ماذا يزعج السيدة الأولى؟ ثلاثة أحزاب تعارض مشروع الدستور في الجزائر رفضاً للعلمانية، انقسام سياسي جديد أم خلاف على الهوية؟ وفي قضية اليوم، مهمتهم تأدية الأعمال القذرة، المرتزقة يتنقلون على جبهات المنطقة من دون انتماء سوى للمال، من يحركهم في صراعات اليوم؟ التحليلية تأتيكم الساعة 6 مساء بتوقيت القدس الشريف.